صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات للا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه برزق وتيسير ان شاء الله للجميع. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع وكتستافدوا من خلال برنامج المرأة بامتياز ومع فقرتنا المتنوعة. فاليوم من خلال الشيوات للا مولاتي غادي نقدم لكم جوج ديال الحلويات اللي ممكن انكم توجدوهم بكل سهولة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الله يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة. فغادي نقترح لكم صابلي بزنجلان وغريبة بسميدة ديال الكوك. هادو حلويات مشكورة جدا قدمتهم لنا سناء أم شرف اللي كنشكرها بزاف على المجهودات اللي كتقوم بها لا سواء في البرنامج ولا حتى من بعد البرنامج. يعني كتبعت لنا بالعديد من الاقتراحات من خلال الواتساب باش نفيدوا بهم السيدات. وأكيد إن شاء الله في حلقتنا المقبلة غتكون المشاركة ديال سناء أم شرف ونتعرفوا على المزيد من الاقتراحات اللي غادي تفيدكم بها. غادي نمشيو نتعرفوا على المسابقات اليومية واللي كتمنحكم كل شهر الفوز بهدايا من ذهب. وكذلك انضمت لنا مسابقة جديدة واللي غادي تربحوا فيها كل يوم خميس يعني طيلة شهر أحدث الهواتف الذكية. ففي البرنامج داخل البرنامج غادي نقترح عليكم قانون ديال المسابقة باش تعرفوا كيفاش ممكن أنكم تشاركوا بكل سهولة وتربحوا هاتف من الهواتف الذكية. وابتداء من 11-12 فضيف للا مولاتي معنا اليوم هو الدكتور طارق الألوسي طبيب اختصاصي في جراحة وأمراض العيون. غادي نتكلموا على تعب العين إجهاد العين. غادي نتكلموا على المشاكل اللي ممكن أن تصيب العين بسبب أسباب كثيرة. غادي نعرفوا شنو هما المضاعفات ديال هذاك التعب أو لدك الإجهاد ديال العين إلى ما تعالش. رفقة الدكتور طارق الألوسي إلا عندكم أي تساؤلات فيما يتعلق بأمراض العيون ولا موضوعنا اليوم تواصلوا معنا ومع الدكتور على 0522-88-006-61-62. فاصل غنائي ونرجع الأولى فقرتنا باش نقترح لكم حلويات سهلة واقتصادية. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية على كل المستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. وغادي نمشيو للشيوات للا مولاتي. فغادي نقترح لكم جوج ديال الحلويات ديال المستمعة سناء أم شرف. ومن بعد مباشرة فغادي تشارك معنا الشيف حفيظة زمراني من مكناس وغادي نتعرفوا على الاقتراحات واللي في الغالب حلويات اللي غادي تقاسمهم مع كل المستمعات. فبالنسبة لأول اقتراح واللي هو صابلي غادي نعطيكم المقادير والطريقة ديال صابلي بالزنجلان. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبدة يعني خاصة بالحلويات، جوج صفار ديال البيض، ساشي واحد ديال الفاني، 125 غرام ديال السكر كلاصي، 160 غرام ديال النشا، 100 غرام ديال الزنجلان مصهد في الفران ومطحون منيل، ساشي ديال الخمارة ديال الحلوى والطحين الخاص بالحلويات مغرب المزيان حسب الخليط. عندنا ميزاننا قلنا بالنسبه لصابلي بالزنجلان غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو 250 غرام ديال الزبده يعني ربعه ديال الزبده ديال الحلويات، جوج صفار ديال البيض، ساشي ديال الفاني، 125 غرام ديال السكر كلاصي، 160 غرام ديال النشا، 100 غرام ديال الزنجلان مصهد ومطحون منيل يعني مطحون مزيان، ساشي ديال الخماره ديال الحلوى حمراء وطحين مغرب المزيان وخاص بالحلويات. الطحين غادي نحتاجوه على حسب الخليط. للتزيين غادي نحتاجو الكونفيتور ديال المشمش والكاوكاو محمر ومهرمش، وغادي نحتاجو الشوكولات شويه من الشوكولات الكحل وشويه من الشوكولات الابيض. هادو للتزيين كونفيتور ديال المشمش الكاوكاو محمر ومهرمش والشوكولات الكحل والشوكولات الابيض. فبالنسبه للطريقه غادي نخلطو ديك ربعه ديال الزبده مع 125 غرام ديال السكر كلاصي مع صفار ديال جوج بيضات مع 100 غرام ديال الزنجلان مصهد ومطحون مع ساشي ديال الفاني، الزبده، السكر كلاصي، صفار جوج بيضات، الزنجلان والفاني. غادي نخدموهم مزيان، بقاو نخلطوهم بالكف ديال يدينا يتخدموا مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي هي مخلطه وداك السكر كلاصي يعني دايب مزيان، الزبده كذلك الزنجلان كلشي مخلط مزيان كيف قلنا حتى كنحصلوا على واحد الخليط كريمي. من بعد كنضيفوا 160 غرام ديال النشا وكنضيفوا طحين حسب الخليط وكنضيفوا خماره حمراء ديال الحلوى. دائما كنبداو ندخلوا يعني نضيفوا النشا والخماره ديال الحلوى ونضيفوا الطحين شويه بشويه حفنه بحفنه حتى تجمع لينا العجينه تكون متماسكه بحال صابلي ما كتكونش يعني كتكون عجينه رطبه مرخوفه ما كتكونش قاصحه. مباشره كناخذوا هذاك العجين مجرد ما كتجمع لينا العجينه كتكون رطبه ومرخوفه ما كنبقاوش نزيدوا الطحين باش ما تجيناش مدقصه. فمباشره كناخذوا هذاك العجين وكنطلقوه ما بين جوج بلاستيكات كيف كنديروا في الانواع ديال الصابلي باش ما كيمحناش، كنطلقوه بالمدلك ما بين جوج بلاستيكات وكنبقاو نطبعوا دوائر
على حسب الرغبه، الشكل اللي بغيتو، المرشم اللي بغيتو لكم الاختيار، وكندخلوها الفران حتى يعني درجه الحراره متوسطه، نردو ليها البال لانه صابلي ما كيتحمرش بزاف، فنخليوها في اللون ديالها الطبيعي الاصلي، كتبقى بيضه. غير هي راه معروف ان الحلوه يعني كتكون طابت جمعات، ولكن صابلي كيبقى بيض. ومن بعد اصلا يعني انه هاد المقادير ديال هاد صابلي راه فيه زنجلان، وفعلا كيف ما اكدت سناء ام شرف، يعني ملي نطيبوها الصابلي على درجه الحراره متوسطه نردو البال ما يتحمرش لنا، لانه راه اصلا اللون ديالو كيكون بني يعني بالخليط ديال الزنجلان اللي حنا استعملنا فيه، فنردو البال. من بعد يعني كان ملي كيطيبوا لينا كنلصقوا كل وحده مع الاخرى يعني بالكونفيتور، وكندهنوا الجوانب بالكونفيتور باش ندوزوا هذاك الكاوكاو مهرمش، ومن بعد كنستفوا هذاك الصابلي كله اللي لصقنا وحده على وحده. ملي كنلصقوهم كاملين قلنا كنلصقوهم بالكونفيتور، كونفيتور جاري ديال الحلويات، ملي كنلصقوهم كنعاودوا ندوزوا الكونفيتور على جناب باش كنديروا هذاك الكاوكاو محمر ومهرمش، ومن بعد كنستفوهم يعني في واحد البلاطو ولا في واحد اللاطه، وكندوبوا شويه من الشوكولاته الكحل وشويه من الشوكولاته الابيض، وكنبقاو نديروا على شكل خطوط عشوائيه يعني فوق اللاطه حنا غاديين وحنا غاديين، حتى كل قطعه ديال هاد الصابلي كتهز واحد الخطوط عشوائيه كتعطي واحد المنظر ما بين الشوكولاته الكحل وما بين الشوكولاته الابيض. بالنسبه للشوكولات كندوبوا الشوكولات في حمام مائي، وكنديروه يعني في بلاستيك ولا هذاك اللي كنديروا فيه الشوكولات، وهذاك الا درنا غير بلاستيك العادي راه كنتقبوا واحد تقيبه صغيره، وكنبقاو يعني باش يخرج لنا خطوط ما تخرج لنا خطوط عريضه. ممكن نديروا في سورانغ يكون جديد يعني خاص بالحلويات، فغير هو ضروري على انه ملي نكونوا كنديروا دوك الخطوط العشوائيه من بعد ما حطينا هذاك الصابلي في اللاطه وبغينا نديروا الشوكولات البيض والشوكولات الكحل، نحاولوا على انه نديروا خطوط اللي هي رقيقه ونحاولوا ان نديروها بطريقه سريعه ما نتعطلوش، يعني داكشي علاش غير هزوا يدينا فوق ونبقاو نديروا هكا بطريقه عشوائيه وخطوط يعني خطوط هكا وحنا غاديين خطوط وحنا غاديين يعني نديروا على اللاطه، وكل قطعه ديال الصابلي راه غادي تهز لينا غادي ترسم فيها خطوط ما بين الشوكولاته البيض والشوكولاته الكحل. اما بالنسبه للتزيين فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، بغيتوا ديروا هذا التزيين عندكم تزيين اخر، المهم هي القاعده الاساسيه باش يصدق لكم صابلي، هذا صابلي بالزنجلان كيجي هشيش بالمذاق ديال الزنجلان. نتمنى انكم تكون وصلتكم الفكره. بالنسبه للغريبه ديال السميده والكوك حتى هي سهله، غادي نحتاجو في الغريبه بالسميده والكوك غادي نحتاجو نص كيلو ديال السنيده، نص كيلو ديال الكوك يكون رطب من الدم، نص كيلو ديال السميده رقيقه، وممكن يعني نحتاجو غير اقل، فمهم غنبداو بنص كيلو على حسب الخليط، فعلى حسب يعني البيض والخليط شحال غيهز لينا. غير هو مهم غريبه السميده والكوك نص كيلو ديال السنيده، نص كيلو ديال الكوك يكون رطب من الدم، نص كيلو ديال السميده، 6 ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، نص كاس ديال المزهر، ساشي ديال الفاني، 250 مليلتر ديال الزيت يعني ما يعادل زلافه كبيره ديال الزيت، جوج خمارات حمرين ديال الحلوه. غادي نعاود بالنسبه للغريبه ديال السميده والكوك، غادي نحتاجو نص كيلو ديال السنيده، نص كيلو ديال الكوك رطب من الدم، نص كيلو ديال السميده رقيقه، 6 ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، نص كاس ديال المزهر، ساشي ديال الفاني، 250 مليلتر ديال الزيت ما يعادل زلافه كبيره ديال الزيت، جوج خمارات حمرين ديال الحلوه. وللتزيين فاحنا غادي نحتاجو سكر كلاصي مع شويه ديال النشا باش كنثبتوا هذاك السكر، يعني النشا كيثبت لينا هذاك السكر كلاصي في الغريبه. فكيف ما اكدت كذلك سناء مشكوره جدا، كنشكر يعني المستمعات اللي كيعطيو المقادير والطريقه وفي نفس الوقت كيذكروا يعني بعض الملاحظات يعني اسرار ديال الطبخ واسرار ديال الحلويات، اللي بعد النوبات واخا نديروا المقادير واخا نديروا الطريقه كاين شي تفاصيل يعني دقيقه جدا اللي كتخرج لنا الحلويات كيف ما بغينا. فبالنسبه لهاد السكر كلاصي مع النشا هو كيثبت لنا هذاك السكر، وهاد الخاصيه يعني كتستعملها سناء في جميع الحلويات اللي كيتفندوا في السكر كلاصي، كتخلط معاهم شويه ديال النشا كيخلي السكر كلاصي كيثبت في الحلوى. هذه صراحه يعني فكره مهمه، وكنظن على انه غالبيه السيدات الاختصاصيات في الحلويات بالخصوص يعني كيديروها، عامه السيدات اللي كيتواصلوا معنا من خلال البرنامج وكيسمعونا يحاولوا انهم يجربوا هذه القضيه على اساس انه ملي كنديروا النشا مع السكر كلاصي وعاد كنخلطوا فكيثبت لينا النشا السر ديالو، وانه كيثبت لينا السكر كلاصي على الغريبه.
فعطينا المقادير نمشيو للطريقه، غادي نخلطوا المقادير كامله، وعاد ديك الساعه كنضيفوا السميده رقيقه شويه بشويه، فالخليط كيبقى جاري يعني السميده كنبداو نخويو القياس اللي غادي نحتاجو، ممكن نستهلكو نص كيلو كله وممكن اقل، فعندنا ميزاننا. داكشي علاش وحنا كنزيدو السميده ونبداو نخلطو، لانه كنعرفو انه السميده كتاخد وقتها باش يعني تشرب لينا هاد المقادير. فغادي ناخدو نص كيلو ديال السنيده مع نص كيلو ديال الكوك مع سته ديال البيضات مع معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، نص كاس ديال المزهر، ساشي ديال الفاني، 250 مليلتر ديال الزيت يعني زلافه كبيره ديال الزيت، وجوج خمارات حمرين ديال الحلوه. هادشي كله كنخلطوه مزيان، وحنا كنخلطو كنبقاو نزيدو ديك نص كيلو ديال السميده الرقيقه. ممكن ندخل لينا اقل من سميده، اقل من نص كيلو ديال السميده الرقيقه، فداكشي علاش نبقاو نزيدو واحد الحفينه وحنا كنخلطو مزيان. يعني ما نزيدوش مثلا حفنه وحنا باقي ما كملناش الخليط مزيان ديال الخليط ديال الغريبه ونعاودو نزيدو، لانه ما غنجيو فين نخلطوها مزيان غادي نشوفو على انه صافي راه زدنا السميده اكثر. فنردو البال يعني من نخلطو المقادير كامله عاد نضيفو السميده رقيقه شويه بشويه، الخليط راه تيبقى جاري، وكنبقاو نخويو القياس اللي غادي نحتاجو للسميده رقيقه وحنا كنخلطو. ممكن كيف قلنا تجينا نص كيلو وقفه ديال السميده هي هذيك في الغريبه، ممكن اقل، ومن بعد يعني كنخليوها حتى كتشرب عادي، وكان يعني هي غنشوفوها وحنا كنزيدو السميده وهي كتشرب هذوك المقادير. ف نزيدو القياس ومباشره كنشكلوهم على شكل كويرات، ما كنبسطوهم ما والو، كنشكلوهم على شكل كويرات، كنفندوهم في داك السكر كلاصي اللي خلطناه مع النشا، وكنحطوهم في لاطه الفران مفرشه بورق سيلفوريزي، ومباشره كندخلوها الفران سخون من قبل، كنديروها لتحت حتى كتشقق لينا، عاد ديك الساعه كنطلعوها للفوق كتكمل الطياب ديالها. ملي تنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنزولوها من لاطه، من ماشي خرجناها من لاطه وديك الساعه يعني غادي نبداو نحلو فيها او نبداو نحيدوها من لاطا، لانه راه غتفرتت لينا وما غتبقاش محافظه على الشكل ديالها. فراه الا تبعتوا هاد المراحل كيف ما عطيتهم لنا سناء ام شرف، راه غادي تجيكم الغريبه ديال السميده والكوك ممتازه، ونتمنى انكم تكون وصلتكم الفكره ديال هاد جوج حلويات الخاصه يعني بذكرى المولد النبوي الشريف. واكيد مازال المواصلين رفقه الشيف حفيظه الزمراني من مكناس فاصل قصير، وغادي ناخذوا شهيوات لاله مولاتي ونتعرفوا على الاقتراحات ديال الشيف حفيظه الزمراني من مكناس. ورجعنا لكم مستمعينا، وغادي نمشيو مباشره عند الشيف حفيظه الزمراني من مكناس، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، صباح الخير حفيظه. صباح الخير لاله سناء، كيف صحتي؟ الله يبارك فيك، مرحبا. الله يطول لي عمرك حبيبه لاله. الله يطول عمرك، بارك الله فيك، تمنى تكون على خير وكل اوفياء لمكناس. الحمد لله. تحيه كبيره للمستفيدات يعني في المركز في الجمعيه عندكم، الله يعطيهم الصحه وتبارك الله عليهم، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح. بارك الله فيك حبيبه ديالي، وعواشر مباركه بالصحه والسلامه ليك والطاقم ولجميع الامه المغربيه وجميع العرب كما تنقول. يا ربي امين، يا ربي امين، شكرا. الله يكرمك حبيبه، نبداو على بركه الله. مرحبا، تفضلي باش غنبداو. كاين كثير كيسولوا على الفقات والاسرار ديالو، الفقات البلدي. اييه نعطيه لك، وكنتمنى السيدات يجربوه، راه ما تيخسرش كيجي زوين. عندنا في المقادير كيلو ديال الطحين واخا، والفقات من الاسرار ديالو، كيبغي الطحين العادي الفرط العادي ماشي الخاص بالحلويات واخا، كيتحمر لينا دغيا. عندنا 6 ديال البيضات، جوج كيسان ديال الزيت، وكل كاس كنقصو منه صبع. جوج كيسان ديال سنيده قياس العنبه، قريصه ديال الملحه، كاس ديال اللوز كيكون صاين وكنرطبوه مسبقا بشويه ديال الماء ومخلط مع ما زهر. عندنا كاس عنبه ديال الزنجلان ما يكونش محمر، معلقه كبيره ديال النافع صاين، والسر ديالو كذلك نص كاس ديال الماء، وجوج خمارات من وزن 7 غرام. بين المقادير اييه. عندنا زين خلاص، كنديروا معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو مغربل، كنحلوها بشويه ديال الماء، لان ملي كنديروا البيض فوق الفقات لاله سناء راه كيطرطق لنا. اييه واخا. عندنا في الطريقه كنخلطوا كل شيء، وكنزيدوا داك الطحين والخمارات حتى تتجمع لنا العجينه وما كتبقاش تلصق لنا في اليد. ايه واخا. هاد الخليط كيهز لنا تقريبا حتى كيلو ربع ديال الطحين على حسب الطحين. من بعد كنشكلوا منه باش كيجينا كبير وزوين، كنشكلوا منه 3 ديال الكرات فقط، تيكونوا مقادين. هادوك الكرات كنحربلوهم وكنربطوهم 3 ديال القضبان،
ودوك القضبان ما كيكونوش طوال، تيكونوا قصار الجهد ديال اللاطه اللي عندنا، دوك اللي الحواشي ديال اللاطه ما كنحبسوا باش كيجينا الفقاص. من بعد كان ضروري اننا نبركو عليه شي شويه من الفوق باش كنخليوه انه فين ما يطرطقناش، كندهنوا بالخليط ديال الكاكاو مخلط مع الماء، وكنشرطوا مباشره بالفرشات، كنديروا خطوط وكنثقبوه، يعني كل بوده كنديروا فيه 5 ديال الثقيبات في الوسط، وكنديروا 2 ثقيبات في الجناب، الجهه اليمنيه والجهه اليسريه. وكندخلوه للفران يكون بارد. يكون من الاسرار ديالو كذلك ان الفران يكون مهم بارد. جدا. وكتكون الحراره يعني مقتوله، بحال باغي يطفى الفران. وكنخليوه يطيب على خاطرو، صافي كنشمو الريحه ديال الفقاس مين كيطيب راه كيطلق الريحه. من بعد نهبطوه شي شويه لتحت، غير نخرجوه تكون مباشره عندنا، ما كنديروش الثوب، لان الثوب مين كيكون فازك وكنحطوه على الفقاس كيكون سخون، داك الزواق اللي في الفقاس كيطير. اييه كنغطيوه بميكا. اييه كنغطيوه بلاستيكا وكنديرو فوق منه واحد الفوطه وكنخليوه، ومن بعد كنقطعوه وكنعاودو نحمروه، يعني راه ما تضيع حتى شي حاجه. كما قلت لكم الاسرار ديالو انه يكون الطحين العادي ماشي الممتاز، داك نص كاس ديال الماء كيلعب دور بان الفقاس ديالنا ما كيتحلش، الحجم ديال القطبان كتكون صغيره، الزنجلان ما تيكونش محمر، كنثقبو القطيبات ما كندهنوهمش بالبيض، الفران تيكون بارد وكيطيب. هادو هما ما نبقاوش نحلو الفران. اييه ساعه كتبقى تحل السيده الفران ساكك راه كيطرطق، دونك ندخلوه مي كنشمو الريحه كنعرفو بانه طاب. هادو هما الاسرار، وكنتمنى اننا نكون فدت المستفيدين. اكيد لا مهم جدا فعلا، وخاصه داك الفقاس البلدي خاصه نتبعوا هاد المراحل مع هاد الاسرار اللي ذكرتي لنا، واكيد المستمعات ان شاء الله يتمكنوا منه من المره الاولى. الله يعطيك الصحه. الله يطول لي عمرك، تيجي زوين. نعطي الغريبه عاوتاني البهله، كثير كيقول لك ما كتثقلهمش، هادي كتثق اول مره ان شاء الله. المقادير فيها مضبوطه، عندنا فيها 2 كيسان العنبه ديال سنيده، زلافه ديال الزيت ما يعادل حتى هي 2 كيسان. زلافه ديال الزبده تكون حيوانيه، ايه تكون دايبه، او دير السيده المارغارين، ما ديرش ديك ديال العلب، اما الحيوانيه اما المارغارين. واخا عندنا، ولكن ملي كنقولوا الغريبه كنقولوا الزبده حيوانيه. فعلا. عندنا شويش ديال الملحه، 3 ديال الخمارات موازن 7 غرام، كاس ديال اللوز محمر ومهرمش بالقشور ديالو، حفنه ديال الزنجلان كذلك ما كتكونش محمره، 2 معالق كبار ديال النافع مدقوق ومغربل، عندنا كيلو ديال الطحين حتى هو يكون عادي، ومعلقه صغيره ديال السمن ما يكونش حار. علاش كنخدموا بالطحين العادي؟ لان الطحين العادي دغيا كتقول لك الغريبه درتها وما خرجت لي بيضه ما بقاتش تحمر. الا عقلتي الا لسان الناس ديال زمان شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيديروا غير الطحين العادي. اييه فعلا. ماشي خاص بالحلويات بصح. كتجي الحلوه محمره. دونك هادو هما المقادير، نعاودهم. اييه لو سمحتي. عندنا فيها 2 كيسان ديال سنيده، زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الزبده حيوانيه مذوبه او لا مارغارين، عندنا شويش ديال الملحه، 3 د الخمارات موازن 7 غرام، كاس ديال اللوز محمر ومهرمش بالقشور ديالو، حفنه ديال الزنجلان ما محمراش، 2 معالق كبار ديال النافع مدقوق ومغربل، كيلو ديال الطحين العادي كنسطر عليها، ومعلقه صغيره ديال السمن ما يكونش حار. عندنا في المقا في الطريقه كنخلطوا السنيده واللوز والزنجلان والنافع والسمن شوية ديال الملحه والطحين، وكنخلطو مزيان هادشي، وكنزيد الخمارات، وفي الاخير عاد كنزيد النواشف، كنزيد داك الزيت والزبده وكنجمعها، ولا شافتها السيده مفرتته شي شويه تزيد غير شويه ديال الزيت. من بعد كنديرو كويرات وكنبسطوها شي شويه، لان تمي كنبسطو الغريبه شي شويه راه كتساعدها باش انها تطرطق. ايه صافي كندخلوها الفران ملف، يعني يكون سخون مزيان، كنطيبو الوجه، هي كتبدا شويه تحل كنهزوها وكنديروها الفوق، وراه من الفوق راه الفوق هو اللي كيحل لينا الغريبه، راه ماشي لتحت. راه لتحت غير ابين كتبدا الغريبه، اي غريبه كما كانت كتبدا تحل غير شويه،
صافي كنطلعوها الفوق راه كتكمل انها كتطيب. صافي هادشي اللي كاين فيها. ايه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه فعلا. يطول لي عمرك. نمشيو ل ايه نبقاو في البلدين، نعطيك اللوزه بالرقائق ديال اللوز. واخا عندنا فيها نص كيلو ديال اللوز يكون مسلوق ومطحون مع ربعه ديال السكر كلاصي، جوج اصفر ديال البيض، بيضه وحده كامله، معلقه صغيره ديال الزبده حيوانيه ما تكونش مذوبه، ومعلقه صغيره ديال الكونفيتور ديال المشماش او الجلوكوز، هادو باش كيعلكو لنا اي غريبه. عندنا قشرات حامضه او نص معلقه ديال صغيره ديال الروح ديال البنان اللي كيتباعوا في القريعات ديال الزاج. عندنا نص خماره. في المقادير عندنا نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومطحون مع ربعه ديال السكر كلاصي، جوج اصفر بيض، بيضه كامله، معلقه صغيره ديال الزبده حيوانيه ما تكونش مذوبه، ومعلقه صغيره ديال الكونفيتور ديال المشماش او الجلوكوز، قشره ديال الحامض محكوك او نص معلقه صغيره ديال روح ديال البنان، حتى هاد الروح ديال البنان لاله سناء تعطي واحد المذاق زوين احسن من القشره ديال الحامض. واخا كتخرجي على اللوغو المعتاد. عندنا نص خماره ديما وزن 7 غرام، والتزيين عندنا بياض بيضه واللوز ايفيلي وحب الملوك المعلب اللي كيكون الاحمر والخضر. الطريقه كنخلطوا كل شيء، كنخلطوا الكل وعاد كنبقاو نزيدوا البيض. مفهومه؟ يعني البيض هو الاخر، كتكون جاريه كنخليوها كندخلوها نغطيوها ونخليوها في الثلاجه تنشف الجهد، لاننا ممكن اننا نعملوا منها كويرات. كنمرروها في بياض البيض، كندوزوها في اللوز ايفيلي، وكنديروا في وسط منها نص حبه ديال داك حب الملوك اللي كيكون معسل. كندخلوها للفران متوسط الحراره، لان الحلويات اللوز ما كتبغيش الفران يكون سخون. كطيب شي شويه من القاعده من التحت، ومن بعد عاد كنهبطوها تحمر للوجه. ملي كتخرج كنخليوها تبرد مزيان، وعاد كندهنوها بالنباج يكون سخون. مفهوم. الحلوه ديال اللوز ديما لاله سناء يكون الفران دافي ماشي سخون باش ما كترتقش، وغالبا كنديروا 6 ديال الدقائق حتى ل 7 دقائق الفوق، وكنهبطوها لتحت. يعني كتكون ديك 12 او 14 دقيقه كافيه باش ان الحلوه ديال اللوز طيب. باش ملي كتخرجيها كتجيب لك الله بحال لانها مازال خضراء، ولكن كتخليها غير في داك الهواء شويه، كدوز واحد ربع ساعه كتقيسها كتقيها جمعات هكاك باش كتبقى معلكه. اما ملي كنطيبوها بزاف في الفران كتخرج كتكون ناشفه الحلوه ديال اللوز ما كتبقاش معلكه. واخا كيف ما قلتي يعني الفران يكون يعني الحراره معتدله ما يكونش سخون. ديما الحلوه ديال اللوز يا كعبه يا اي حلوه ديال اللوز كتبغي تكون يعني كتبغي تكون الحراره معتدله. اييه واخا باقي الوقت. واخا ضيفي لنا اقتراح اخير، يعطيك الصحه حفيظه. شكرا. الله يطول لي عمرك. كاين فقاس باللوز والبيستاش، كاين فقاس ملكي بالسمر، وكاين غريبه بالفواكه المعسله، وغريبه بالزبيب. يعني الناس الدراوش اللي بغاو. يلا واخا ناخذ غريبه الزبيب. يلا ناخذوا هذه يعني زوينه وسهله باش انهم الناس يديروها. عندنا في المقادير عندنا غريبه بالفواكه معسله، عندنا 4 ديال البيضات، 4 ديال الزبده تكون ماركارين او ديال العلب اللي بغات، جوج معالق كبار ديال السمن، جوج فاني، واحد خماره مليحه. عندنا فواكه معسله اللي كتكون فيها الخضر والحمر والصفر، علبه وجوج كيسان ديال زيت العنبه، وجوج كيسان ديال سنيده، والطحين الكافي، والتزيين عندنا الناباج واللوز ايفيلي وبياض البيض. عندنا في المقادير 4 ديال البيضات، 4 ديال الزبده المارغرين او ديال العلب، جوج معالق كبار ديال السمن، جوج فانيات، واحد خماره 7 غرام، شويش ديال الملحه، فواكه معسله علبه، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال سنيده، الطحين الكافي، التزيين عندنا الناباج اللوز ايفيلي وبياض البيض. الطريقه كناخذوا دوك جوج اصفر ديال البيض مع جوج بيضات كاملين وباقي العناصر، وكنزيدوا داك الطحين حتى تتجمع لنا وكتكون رطبه. كنشكلوا منها كويرات، كنديروا الوجه في بياض البيض، وكنديروا في اللوز ايفيلي، وكندخلوها للفران طيب. هذه ما كتبغيش تحل، يعني طيب من الفوق، وكنعاودوا نهبطوها لتحت كتحمر الوجه، ومن بعد الطهي كندهنوها بالناباج. نزيد غريبه بالزبيب، راه بحالها بحالها. اي نفس بحالها. يعني عندنا نفس المقادير
الا السمن والفواكه المعسله. ايه واخا في البلاصه ديالها كنزيدوا رابعه ديال الزبيب كيكون مرطب في الماء مسبقا ومصفي، وكنطحنوه باش كيتعلك، وكنخلطوا كلشي. الا بغات السيده كي كندير انا بحال دابا هاد كدير نفس المقادير وما كديرش السمن ما كديرش الفواكه المعسله. يلا سناء ام شرف بعثت لي بميساج قالت لي عفاك بالنسبه للسمن واش ممكن اننا يعني ما نديروش مثلا في الغريبه ولا في البهله؟ هي الحاجه البلديه كتبغي السمن ما بغاتش ديرو ما ديروش. حنا اكيد كنتكلموا على السمن داك الحلو يعني ماشي الحار. واخا غير هاد الغريبه لاله سنه كما قلت لك دير السيده اربعه د البيضات ودير ربعه ديال الزبده ما مذوباش ودير جوج مع جوج ما ديرش السمن ودير جوج فانيات ودير الخماره ودير المليحه ودير الزيت ودير سنيده وتجمعها بالطحين. اييه ملي كتجمع بالطحين كتقسم داك الخليط اييه على جوج، واحد كتزيد له جوج معالق كبار ديال السمن وعلبه الفواكه معسله وكتخلط، ولا شفتو جراب داك السمن كتزيد شويه ديال الطحين، ها هي كسبات غريبه. والنص الاخر كتزيد له ربعه ديال الزبيب مرطب في الماء ومصفي ومطحون باش يتعلق، وهي عندها جوج غريبات. الاولى كندهنوها بالناباج عادي، والثانيه داك الناباج اللي دافي اللي فيها الزبيب كنزيدوا له الروح ديال الريغليس اللي كيتباع بخمسة دراهم، او الروح ديال الكراميل، او روح الكابوتشينو، يعني باش مي كندهنوها من الفوق كتعطينا لا كولور قهويه. صح، وهذاك الروح ديال الريكليس صراحه فيه واحد المذاق زوين راه فعلا يعني لا في لا في الحلويات ولا في الكلاص ولا في هذوك يعني الكريم اللي كنديروا يعني في يعني فكان كنعملوا لي زيكليغ ولا لي باتاشو صراحه كيجيو زوينين. رائع داك الريكليس، ديك الغريبه ديال الريكليس اللي كتاكليها كتلقاي في الحلق ديالك واحد البروده. كيجي فعلا واحد البروده بصح داك الريكليس كيعطي داك المذاق. الله يعطيك الصحه الشيف حفيظه الزمراني من مكناس وكل خير تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه وشكرا لك بزاف اختاريتينا حلويات واخا يكون احسن. شكرا لك بزاف، نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال كل هذه الحلويات والاقتراحات اللي قدمت لكم اللحظه الشيف حفيظه الزمراني من مكناس. واللحظه غادي نمشيو مباشره نتعرفوا على شكون هما الفائزات معنا المحظوظات في المسابقه. شاركي وربحي كل يوم مع إكسات. إكسات كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزلية. إكسات للحياة رائحة متميزة. إذا غادي نمشيو مباشرة للمستمعة المحدودة معنا اليوم اللي يعني بعثات بالعديد من الصور يعني فيها منتوج تنظيف بالإضافة يعني البلاصة اللي نظفت فيها مع السمية والكنية ديالها والمدينة فوريقة. فالمستمعة المحدودة معنا اليوم هي حسنة كيداني. الو الو صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك حسنة؟ دايره اختي سناء؟ لاباس والله يبارك فيك. صباحك مبروك. احلى سناء مع احلى اذاعه. بارك الله فيك مع احلى مستمعات ومستمعين. الله يبارك فيكم. ربي يخليك. تبارك الله عليك حسنة كيداني، شكرا على المشاركه ديالك. كبداني واخا. مرحبا حسنة كبداني، شكرا لك بزاف على المشاركة ديالك وربحتي معنا اليوم منتوجات تنظيف المنزلية مهداة من إكسيت. فتبارك الله عليك، وأكيد على أنه الصور ديالك اللي بعتينا بهم راه دازوا مباشرة لصاحب القرعة، ونتمنى أنك تكون إن شاء الله من المحظوظات الفوز يعني بطاقم ديال ذهب في نهاية هذا الشهر. ربي يخليك أختي، وتحية كبيرة لكم وتحية لسميحة ولجميع إذاعة ميد غاديو. شكرا لك بزاف، تحياتنا لك ومشكورة جدا على المشاركة ديالك، ومبروك عليك مرة أخرى حسنة الكبداني من الرباط على الفوز ديالها وسحب القرعة اللي دازت ليه مباشرة. حتى نتوما شاركوا ضعفوا الحظوظ ديالكم باش تكون عندكم فرصة كبيرة على أنكم تربحوا في نهاية الشهر طاقم ديال ذهب. وحد سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. شاركي وربحي كل يوم مع إكسيت. إكسيت كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزلية. إكسيت للحياة رائحة متميزة. قالوا عني وقالوا عني كلام كتير تعبوني منه، قالوا
سابني قالوا سبته كلام بيجيب كلام الكلام ده ملوش فايدة أعمل إيه ده أنا للنهاردة بحبه لأ بحبه جدا لا بهدى ولا بنام قالوا عني وقالوا عني كلام كتير تعبوني منه قالوا سابني قالوا سبته كلام بيجيب كلام الكلام ده ملوش فايدة أعمل إيه ده أنا للنهاردة بحبه لأ بحبه جدا لا بهدى ولا بنام طب ده انا لو صدفة سمعت عليه كلمة بتتقال يوم فيه ده انا ببقى معاه على كل اللي بيبقوا معاه يعني ده انا ببقى معاه على كل اللي بيبقوا معاه يعني طب ده انا لو صدفة سمعت عليه كلمة بتتقال يوم فيه ده انا ببقى معاه على كل كل دقة في قلبي عايزة تقول له عايز أشوفك تاني يوم مش هممني قوله عني نفسي أرجع للي سابني المهم أشوفه تاني ويلوم الليل وهم حاجة فيا تقول لي لأ ما بنساهوش وكل دقة في قلبي عايزة تقول لي عايز أشوفك تاني يوم مش هممني نفسي أرجع للي سابني المهم أشوفه تاني ويلوم الليل طب ده أنا لو صدفة سمعت عليه كلمة بتتقال يوم فيه ده أنا ببقى معاه على كل اللي بيبقوا معاه يعني ده أنا ببقى معاه على كل اللي بيبقوا معاه يعني طب ده أنا لو صدفة سمعت عليه كلمة تعبوني منه قالوا سابني قالوا سبته كلام بيجيب كلام الكلام ده ملوش فايدة أعمل إيه ده أنا للنهاردة بحبه لأ بحبه جدا لا بهدى ولا بنام قالوا عني وقالوا عني كلام كتير تعبوني منه قالوا سابني وقالوا سبته كلام بيجيب كلام الكلام ده ملوش فايدة أعمل إيه ده أنا للنهاردة بحبه لأ بحبه جدا لا بهدى ولا ديالو دامتي بعيد ميلاد 60 سنة وفوزوا بمئات الهدايا ومضمة ديال الذهب كل شهر ديالو دامتي 60 سنة فن الطبخ من خلال هذه المسابقة فمضمة ديال الذهب في انتظاركم كل شهر ونتمنى أن تكون من نصيب كل المستمعات اللي تشاركوا معنا من خلال هذه المسابقة واللي يكفي أنكم يعني تشاركوا معنا بعت جوج الأغلفة ديال دامتي مع جوج الأغلفة ديال إيديال وتصفتوهم يعني ديرهم في برا وتسدوا عليهم وتصفتوهم على العنوان ديال ميد غاديو اللي هو إذاعة ميد غاديو فضاء الزرق طوني 55 طبق الخامس الدار البيضاء واللي يعني قريب لينا
مدينة للدار البيضاء يمكن له أن يجيبهم مباشرة، وقدم يعني بالثوب العديد من الأغلفة، العديد من الأظرفة اللي فيهم القانون والطريقة المشاركة، قد ما كتضعفوا الحدود ديالكم على أنه يوم الفرز يعني المغرفة تهزكم إن شاء الله. بالنسبة للمشاركة ديال اليوم فكانت المستمعة المحدودة اللي ربحت معنا واللي بعثت لنا على الرقم ديال الواتساب الاقتراح ديال المخنفر بطريقة زوينة واللي غتعجبكم بزاف، وكانت المشاركة يعني الفوز من نصيب المستمعة الوفية جدا برنامج ليلى أم ياسين من الدار البيضاء واللي غادي تعطينا المقادير والطريقة ديال المخنفر من بعد الفاصل. بصحة المضمة واتاتك غزالة كتحمق، جاتني هدية وهذه هي الهدية وإلا فلا. هذه هدية من دامتي وإيديال. إيوا وشنو المناسبة؟ إيديال ودامتي كتحتفل بعيد ميلاد 60 سنة، راه مئات الهدايا ومضمة ديال الذهب كل شهر. وكيفاش ندير حتى أنا؟ ياك كتستعملي إيديال ودامتي، ما عليك غير تجمعي جوج أغلفات إيديال وجوج أغلفات دامتي، إما تبعتيهم على العنوان ميد غاديو فضاء 55 سرقتوني طابق الخامس الدار البيضاء، أو تسلميهم قل المعتمد. هي نجمع أربعة هاد الأغلفة، إيوا راه مضمة ديال الذهب. ومعنا المستمعة المحدودة واللي ربحت معنا منتوجات متنوعة مهدات من دامتي وإيديال. صباح الخير ليلى أم ياسين. صباح الخير سي سلام. لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. كدا انت لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. اول حاجه كنقول لك على سلامتك والحمد لله، الله يزيد فرحتك واللي سمعنا صوتك على خير، ومبروك عليك ربحتي منتوجات متنوعه، ونتمنى انك تربحي ان شاء الله في المسابقه الكبرى انت وكل المستمعات من ضمه ديال الذهب. شاركتي ولا مازال؟ لا مازال. بغيتي تسني حتى الاخر؟ نبقى انا الاخر. راه تيقول لك الاخر مدخر ان شاء الله. يلا مرحبا بك. شاركتي بالطريقه التحضير ديال المخنفر؟ ايه هي اللي كيجي على شكل بغرير. مرحبا ضامتي على هذه المسابقه. بالنسبه للمستمعات اللي تسولوا على الصحه ديالي فانا الحمد لله الصحه دابا مزيانه الحمد لله، الله يزيد فرحتك ان شاء الله والجميع. شكرا الله يخليك. ندوزوا للمقادير ديال المخنفر اللي تيجي زوين زوين بزاف بزاف. عندنا في المقادير بيضه وحده، معلقه ديال سنيده، شويه ديال الملح، خماره وحده ديال الحلوى، وجوج صافي ديال الفاني، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وثلاثة الكيسان من دقيق القمح، وكاس من الدقيق الأبيض، وثلاثة الكيسان حتى أربعة ديال الماء يكون دافي. واخا هنا اختي أنا هاد الماء مع المشكل ديال المصارن والمعدة تندير واحد الحبات ديال النافع في داك الماء طايب في داك الكيسان وتنصفيه هو باش نخلط. في إناء غندير داك الدقيق. أول حاجة غادي ناخذ داك المعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وغنزيد عليها داك المعلقة ديال السنيدة ونخوي عليها الماء دافي ونخليها راها دغيا تتخمر. أييه تخمر وتفاعل تفاعلوا مع بعضياتهم. أييه هي تتخلي داك المخنفر دغيا تيخمر. وفي إناء آخر تندير داك ثلاثة الكيسان ديال الدقيق القمح مع داك الكاس ديال الدقيق الأبيض، تنزيد شوية الملح وتنزيد داك جوج صاشي ديال الفاني، وتنبدا نخلط بالماء، تندير داك ثلاث كيسان هما الاولين وتخلط حيت هو خاصو يبقى ثقيل اختي سناء، ثقيل على شكل ديال البغرير. اييه وهما عينهم ميزانهم على داك الكاس الرابع، يقدروا يزيدوا قد ما يزيدوا، الا بان لهم خاسر بزاف يزيدوا شويه. اييه الجهد اللي تهزي بالزلافه وتخوالك في المقله. واخا ومني تنخلطوا مزيان في داك الاناء الخماره ديال الحلوى تنخليها هي الاخرى. تناخذ الخلاط الكهربائي وتنطحنوا فيه واحد الطحنه. اييه في الخلاط وعاد تنخوي في واحد الاناء وتنزيد عليه داك الخماره ديال الحلوى وتنخلط مزيان وتنغطيه نخليه غير شويه يخمر. تناخذ المقله الثقيله. سمحي لي ليلى، سمحي لي ليلى، وهذيك الخميره فوقاش كتزيديها مع المقادير اللي دخليناها كتفاعل اللي خلينا كتفاعل ياك اللي خلينا كتخمر؟ واخا مع المقادير يعني في الوقت اللي نزيدوا الماء نزيدوا حتى هي نزيدوها هي الاولى، نزيدوها هي الاولى عاد الماء. واخا عاد نزيدوا الماء صافي. كما قلت لك تنطحنوا كل شيء في الخلاط الكهربائي وتنخلي عاد تنزيد ديك الخماره هي الاخرى ديال الحلوى وتنخلي غير شويه راه دغيا تيخمر تيبان لك فينا هو طلع. تناخذوا انا كنت نديرو في المقله ديال اللي ما تتلصقش
ولكن دابا جربت المقله الثقيله جا احسن. في المقله الثقيله العاديه واخا مزيان المقله الثقيله تنديرها فوق البوطه تتسخن مزيان ونقص البوطه وتتاخذي طريف ديال الزبده تدهني به داك المقله وتتهزي بزلافه ولا مغرف وتتخوي. اييه او تكملوا تتبسطي غير شي شويه تتخلي حتى يطيب يتحمر من التحت وتقلبيه يتحمر من الفوق وانت دائما تدهني بالزبده. اييه حتى تكملي الكميه كامله وتتقدميه مع شويه العسل وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه كيجي زوين والطريقه ديالو سهله. تبارك الله عليك ليلى ام ياسين، مشكوره جدا على هذا الاقتراح ديال المخنفر واكيد المستمعات ان شاء الله غادي يجربوه. وحتى انتم مستمعينا شاركوا ضعفوا الحظوظ ديالكم وهدايا من ذهب ان شاء الله واللي هي مضمه ديال ذهب في انتظاركم. وحظ سعيد لجميع اوفياء ميد راديو ولجميع مستمعات لالا مولاتي. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقره لالا مولاتي المتنوعه، وكيحضر معنا اليوم الدكتور طارق الألوسي طبيب اختصاصي في جراحه وامراض العيون. اهلا بك دكتور طارق. السلام عليكم. تمنى تكون على خير غبورات هذه. بارك الله فيك، حنا توحشناكم. الله يبارك فيك، وكنعرفوا ان ظروف العمل ديالك صعيبه بزاف انه تكون يعني في تواصل معنا باستمرار، والحمد لله يعني فوق ما كتكون فرصه يعني كتواصل معنا وكتحضر، وكنشكرك بزاف على الحضور ديالك معنا من خلال البرنامج لالا مولاتي. اليوم غادي نتكلموا على التعب واجهاد العين، غادي نعرفوا الاسباب وكذلك هذاك الاحمرار والالم ديال العين. فالاجهاد والتعب ديال العين من اهم المشاكل يعني الصحيه اللي يعني كيعيشوها غالبيه الناس يعني كبار صغار جميع تقريبا الفئات العمريه، وخاصه يعني الاطفال والمراهقين، لانهم يعني داك السوء استخدام ديال الحاسوب ديال الهواتف يعني بشكل مستمر بلا تاثير، فاكيد على انه كيعطي اجهاد كيعطي تعب ديال العين. فنبغيو نعرفوا اولا شنو كنقصدوا بالاجهاد والتعب ديال العين، خاصه وانه كاين بعض الاشخاص اللي ربما مع الصهير او مثلا استعمال خاطئ مثلا الاجهزه يعني اللي كيستعملوا الالكترونيه ولا مثلا الهاتف ولا الحاسوب مثلا ساعات طويله، كيكون هذاك الاجهاد ولا التعب ديال العين اللي هو مؤقت ديال 3 ايام، مجرد ما كيبقاوش يستعملوا ديك العاده صافي كيتوقف اولا كينقص. وكاين داك الاجهاد ولا التعب اللي بغينا نقولوا مزمن يعني كيطول عند الشخص. نعم متفق معك لاله سناء، وبالنسبه لهذا الاجهاد وتعب العين هو نقدروا نقولوا بان من ناحيه ديال طب العيون هو مرض العصر. يعني اذا قدرنا نسولوا الاطباء العيون ديال 1970 و80 قبل ما يجيو الحاسوب وقبل ما تجي التكنولوجيا الحديثه ما كانش بزاف هاد الاعراض. حنا ملي جينا لقينا هاد الاعراض كيتزادوا كيتفاقموا. شنو هو هاد الاجهاد العين؟ دونك حنا بالنسبه لاجهاد العين كنحيدوا ديك الحالات المرضيه اللي عندها علاقه مع امراض ديال القرنيه وديال التعفنات وكشي، حتى هذوك الحالات كديروا حروق في العين، كيديروا حتى هما حالات ديال الاحمرار، يعني هذوك حالات مرضيه. حنا ما كنتكلموش هنا الحالات المرضيه ولكن كنتكلموا على الاجهاد بدون حالات مرضيه. دونك هذه اول حاجه. دونك النقطه الثانيه بالنسبه لينا حنا كطباء عيون، هاد لي بلانت ديال هاد الاجهاد العين يعني كتشكل واحد الحاله ديال اون دوموند كثيره ديال لي مالاد، يعني بزاف المرضى كيتشكاو من هذا المشكل. دونك شنو هو هذا المشكل بالضبط ديال اجهاد العين؟ دونك يمكننا نقولوا هو واحد لانكونفور فيزويل، يعني واحد الصعوبه باش الانسان يركز بعينيه، وفي هذه الحالات كيجيو سورتو فيكسي لا فيزيون ديال القرب، يعني الرؤيه ديال القرب. وهاد الحالات علاش كيكون هناك واحد تعب في العضلات؟ كاين جوج انواع ديال العضلات، كاين العضلات الخارجيه وكاين العضلات الداخليه. دونك العضلات الخارجيه هما اللي كتعطي الحركيه ديال العين، والعضلات الداخليه هو واحد لو موسكل سيليير اللي كيكون داخل في العين، وهذاك لو موسكل كيمكننا باش نديرو لاكوموداسيون. شنو هي لاكوموداسيون؟ هي باش كنقدروا نشوفوا الرؤيه عن قرب، يعني ملي كنشوفوا عن بعد ما كاينش مشكل، ولكن ملي كنقراو الحاجه قريبه كاين واحد العضله هي اللي كتمكن باش نصحوا الرؤيه بالقرب. الناس اللي عندهم مشكل ديال تعب العين هاد العضلات ديالهم كيترخاو وما كيقدروش يديو الوظيفه ديالهم. دونك هادي من الناحيه الاولى. ترتيب واحد الاشاره هي بان هاد الحالات وهاد الاعراض كيكون عندهم علاقه مع 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 العمل. يعني بالنسبه لي كطبيب ملي كيجي عندي المريض كنسولو هاد العلامات اللي كيجيوك وهاد الاعراض اللي كتحس بهم، واش كيجيو في الصباح ولا في العشيه، واش كيجيو في النهارات ديال العمل ولا في الاوقات اللي ما كتكونش فيها العمل. يعني بصفه عامه هاد الاعراض اولا ما كيكونوش في ايام العطله،
ما كيكونوش السبت والحد الا الانسان ما كيخدمش السبت والحد يكونوا لو ماتان او ريفي ما كيكونوش لو ماتان او ريفي ما كيكونوش الصباح ملي وكيتزادوا كيتجهدوا في العشيه ملي كيكون عندنا واحد ليفور فيزوال يعني واحد العمل امام الحاسوب ولا عمل اللي كنخدموا فيه الرؤيه عن قرب واللي كنستعملوا فيه ديك العضلات الداخليه ديال العين بحال كنجهدوا على دوك العضلات ديال العين بالنسبه لهذا التعب ما كيجيش لاي واحد كيجي عند الناس اللي عندهم واحد القابليه باش يديروا هاد الاعراض شكون هما هاد الناس اللي عندهم القابليه باش يديروا هاد الاعراض كاين باش كتعرفي بان بالنسبه لينا كاين الناس اللي كيديروا النظر كاين جوج الانواع كاين لي ميوب وكاين لي هيبرميتروب شنو هما لي ميوب لي ميوب هما اللي عندهم مشكل في الرؤيه عن بعد هما اللي كيكتبوا لهم ناقص ناقص واحد ناقص جوج ناقص الشوف ديالهم الشوف ديالهم هذوك المرضى عندهم القابليه باش يشوفوا مزيان القرب ولكن البعد ما كيشوفوش مزيان العكس هو لي هيبرميتروب هما اللي ما كيشوفوش مزيان القرب والبعد عندهم ناقص هذوك لي هيبرميتروب ملي ما كيديروش النظر قبل الحاسوب ولا النظر ديال الرؤيه ديال القرب هما اللي كيكون عندهم عرضه اكثر باش يديروا هذا المشكل ديال تعب العين كاين حاله اخرى هو بعض المرات كاين انسان اللي كنغلطوا له كيغلطوا له في النظر يعني كيمشي عند في عوض ما يدير النظر والمقاسات المقاسات ديال النظر كيكونوا صحيحين كيكون غلط في الجاج ومني كيدير ديك النظر كيرجع عنده تعب في العين وهو ما عارفش بان المشكله راه ماشي من الحاسوب مي من المشكل من النظر وديك الاعراض كيبداو يبانوا الوغ كاين حالات اخرى هو ما عندناش علاقه مع الرؤيه يعني ماشي هيبرميتروب يعني ما كيكونش مشكل ديال الغلط في المقاسات ديال النظارات ولكن كيكون مشكل اخر هو العضلات هماش كنعيطوا لهم لي زانسوفيزونس دو كونفيرجونس هو المشكل ديال باش كتعرفوا باش كنشوفوا من القرب العينين كيدخلوا لداخل شي شويه كتسمى لا كونفيرجونس يعني كتجمع الرؤيه ديال العين كاين بعض الناس اللي عندهم ديك العضلات الداخليه شويه ناقصه ما كيأديوش الوظيفه ديالهم دونك كيسموا انسيفيزونس دو كونفيرجونس هاد الحالات الشوف كيكون مزيان ولكن العينين ما كيدخلوش للداخل دونك فهاد الحالات يقدر يعطي واحد التعب ديال العيون شنو كيفاش كيبان لنا هاد التعب كيفاش كيبان الوغ التعب كيبان مجموعه ديال العلامات الاعراض هي ماشي يعني علامه اخرى ولا اشاره اخرى ولا واحده يعني ماشي عرض واحد اللي كاين واحد اللي كاين بحال دابا نقدروا نقولوا بان مثلا طونسون العين ملي كيطلع بزاف كيكون حريق مثلا الم بالنسبه لهذه الحاله ديال تعب العيون كيكون بجموعه ديال الاعراض ولكن لي زانتونسيتي ديالها يعني الحده ديالها ناقصه شي شويه على الامراض شنو هما فهمتي الا بغينا نقولوا التعب ولا هذا ماشي مرض يعني بحد ذاته مرض العين نعم هو ماشي مرض حيت الا قلنا بانه مرض خصنا نعطيو ادويه دونك هو واحد الحاله ديال العين ما كتقبلش ديك الجهد الفائق اللي كنعطيوه لها حاله فوق طاقتها ما كتقدرش تحمل وهي ما خصنا نعاونوها بواحد الطرق اللي غنعطيوها من بعد ديال طرق الوقايه وطرق العلاج واخا نمشيو للاعراض هي كيف ما ذكرتي الوغ اولا بحال اللي قلنا الاعراض كلهم كيجيو في العشيه من بعد كنديروا واحد الجهد ثانيا الاعراض ما كيكونوش في العطله ما كيكونوش نهار اللي ما كنخدموش الاعراض كتكون كتبدا من احمرار كتبدا من نشوف فيها العين تقدر الانسان مثلا واحد الوقت من بعد 3 سوايع 4 سوايع ما كيبقاش يتكونسونطرا مونك دو كونسونطراسيون ما كيبقاش التركيز كيجي كيقبط راسو وكيبعد من 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 ليكرون ولا من 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 اي حاجه كيقراها وكيسد عينيه وكيقبط راسو كيحل وكيرتاح ملي كيسد عينيه كيلقى الراحه دونك ثالث حاجه يقدر مثلا يكون عنده حريق يعني دي ميغرين يعني الحريق في الراس ديالو ولا حدا العين دي دولور اوكولير ولا بيري اوكولير يعني حريق حدا العينين ديالو لا في الراس ديالو هذوك الحريق ما كيفهمش علاش كيجي بعض المرات هذا الحريق كيجي مع الترويعه بالمرات كيحسب راسو بحال اللي مروح هو كيسحب له بان راه مشكل في المعده او لا مشكل ديال الدماغ وكيدير سكانير وكيدير كلشي وما كيعرفش بان المشكل راه من العينين ديالو حيت العضلات ديالو الميسكوسيليا ديك العضله الداخليه كتقلص وما كتديش الوظيفه ديالها وكيجي الم كاين بعض المرات كيكون الانسان عنده بحال اون طونسيون كيحسب لا طونسيون نقول هضرنا على الاحمرار هضرنا على النشوفيه هضرنا على الالم هضرنا على الرؤيه اللي كتكون الرؤيه اللي كتكون مرات يعني شوشه كتكون مع مرات ديبلوبي شنو هي الرؤيه المزدوجه بعض المرات كيشوف جوج من الحاجه وما فاهمش يعني كتصور بان كتشوف صوره وصوره حداها اللي ماشيه في الصوره وهاد الحاله كتمشي وكتجي وما كنفهموش علاش بعض المرات كنلقى المشكل ديال بحال قلنا مونك دو كونسونطراسيون ولا لي بوبير بالمرات كينزلوا الجفون كيطيحوا شويه كيطيحوا كيحسوا ثقيلين ذكرت دكتور مع الاعراض يعني يعني العيون كتقدر العين مثلا تكون ناشفه جافه نعم. واش ممكن العكس مثلا العين اللي كدمع عليهم مثلا
ممكن الاجهاد يعطي هذاك العرض ولا يقدر يعطي اما دموع او يقدر يعطي جفاف العيون على حسب هي يعني هاد الاعراض كتقول لك بان كاين اون فراجيليتي ديال العين كاين واحد العين عيات وبدات كتعطي واحد ليفي وبالنسبه لالتهابات العين يعني التهابات العين ممكن الاجهاد ولا التعب يوصلنا مثلا التهاب ديال العين ولا احمرار مطول هنا كاين التهاب واحد المصطلح فاست يعني كبير يعني كاين جوج الانواع الالتهاب كاين التهاب خارجي هو الحساسيه دونك الحساسيه ايفيكتيفمون ممكن ليكسبوزيسيون على لوميير بلو او الاشعه ديال التليفون او ديال لورديناتور تعطي نشوفيه ديال العين ونشوفيه في حد ذاتها كتعطي احمرار وكتعطي التهاب دونك هذا هو الميكانيزم ديال ولكن الالتهابات الداخليه ديال العين اللي عندها علاقه مع الالتهابات ديال الدم وديال الطب الباطني ما عندهاش علاقه مع الحاسوب يعني ممكن عندنا نشوف فيه التهابات خارجيه يعني احمرارات ممكن اذا كتسمى التهابات خارجيه ديال العين خارجيه واخا قبيله ذكرتي على اساس انه مثلا من بين الاسباب راه يقدر يكون مثلا المقاسات اللي كتخاد في النظارات ديال العين كاين بزاف ديال الاشخاص اللي مثلا كيمشيو مثلا عند طبيب اختصاصي في امراض العيون كيخرج لهم مثلا المقاس يعني النظارات مثلا انهم يديروا النظارات كيمشيو ياخذوا المقاسات ديالهم كاين اللي كيبقى مثلا 6 شهور او عام وهما كيدير ذاك النظارات ولكن كيبقى في نفس المقاسات لمده 5 سنين حتى 10 سنين ما كيعاودش يرجع باش يبدل هذوك المقاسات واش ممكن مثلا هذا الخطا الا بغينا نقولوا يقدر يعطينا حتى هو هذا الاجهاد ولا التعب ديال العين ولا شي مضاعفات كاين جوج الانواع ديال لي زيغور ريفراكتيف يعني كاين جوج الانواع يا اما العبار المقاس كيتبدل حيت ما ننساوش بان الفرق بين بحال دابا حنا عندنا المقاس ديال اللي كان الشوسيور مثلا حنا كنعرفوا مثلا كنلبسوا 42 هي 42 ما كتبدلش تبقى فيكس ما كتبدلش الباس ديالنا ال ال اكس ال على حسب واش ولكن في العين لا كتبدل العبارة علاش كتبدل حيت العين عضو حيوي كيتغذى وكاين هناك واحد البلوره داخليه في العين اللي هو الكريستانا اللي كيتبدل في العبار ديالو في لانديس ديالو وبلوس كنكبروا في لاج كنوصلوا 40 عام ديك كتجينا واحد البريزبيسي يعني الرؤيه عن قرب ما كتبقاش دونك شنو كيبقى كيبقى بين المقاسات كيتبدلوا وكاين المرات لي ميوبي ايفولوتيف يعني الانسان اللي كيكون عنده نقص في البعد كيبقى يتزاد له 0.5 ولا ناقص واحد على حسب السن وفي هذه الحالات كيكون واحد الاختلاف ديال العبار دونك ضروري نبدلوا النظر ماشي 5 سنين نورمالمون راه على حسب كاين اللي كنديروا له عام كاين اللي كيديروا له عامين وكاين اللي بعمر 6 شهور على حسب لي زونفون الدراري الصغار 6 شهور بالمرات هذه رقم واحد رقم جوج بعض المرات المريض راه كيمشي مثلا يقدر يمشي عند الطبيب ولا يمشي اي بلاصه يدير المقاس ولكن المرات راه الغلط وارد يقدر الانسان يغلط في العبار او في الناقص رجع زائد ولا لاكس مثلا كيتبدل ديال ما حطوش لاكس هو اللي خصو يكون ودونك في هذه الحالات المريض ما كيقدرش يولف على ديك النظر وكيبقى يجي الحرق ديال الراس وهو كيقول لك انا كندير النظر وكندير الحرق ديال الراس كيفاش ملي كنلقاو يمكن العبار مجهد ولا ناقص دونك اما مجهد بزاف ولا ناقص ولا كاع مختلف على العبار اللي خصو يكون عنده لي زونفون عاوتاني الدراري اللي كندير لهم واحد القطيره سميتها سكياكول اللي كتعطينا واحد العبار مزيان فهمتي دونك الا ما درناش القطيره ما كتعطيكوش العبار مزيان دونك في هذه الحالات خصنا ضروري نديروا هذه العبار الطريقه اللي كتكون سليمه وطبيه وخاصة انه بعض الاشخاص اللي كيعانيوا من المشكل ديال التعب واجهاد ديال العين وكتكون عندهم صعوبه حتى في القياده ديال السياره لساعات اللي هي طويله ما تيبقاش يركز يعني يعني كنعرفوا انه يعني السوقان يعني تيبغي واحد التركيز نعم حل نفس الاشاره اللي كنت هضرت عليها هو بان عدم التركيز يقدر يكون عدم التركيز في العمل مثلا وعدم التركيز في السياقه واللي اخطر هو عدم التركيز في السياقه واللي اكثر هو في الليل مثلا عدم التركيز في السياقه ما تنساش بان في السياقه راه كنا درنا واحد البرنامج واحد النهار على السياقه والعين واحد السياقه والعين هو بان في السياقه كيكون لي ريفلكس كلهم خدامين يعني لي ريفلكس ديال السمع لي ريفلكس ديال الرؤيه لي ريفلكس كلهم يعني لو طون دو رياكتيفيتي يعني الوقت ديال باش نديروا اون رياكسيون باش نتنبهوا لواحد الخطر يكون قليل ماشي بحال حنا جالسين في البيرو كنشوفوا غير لورديناتور يعني واحد الا كنا كنسوقوا في الليل وغاديين بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر ودغيا خرج لنا واحد السيد في المجال الرؤيه ديالنا خصنا نديروا واحد رياكسيون باش نفرانيو دونك يعني الا كانت الرؤيه وعندنا واحد لافاتيك فيزيول وعندنا واحد تعب في العين
وما كنقدروش نركزو كنسدو عينينا حيت كنعيا الانسان من بعد 3 سوايع ولا ساعتين من ديال السياقه في الليل الانسان كيبدا يعيا كيبدا يسد عينيه دونك فيك اللحظه فين كتسد عينيك فيك اللحظه فين كتهدى هناك فين الله يقدر الله يقدر كل المشاكل لا قدر الله نعم. اذا مستمعنا اكيد مازال مواصلين رفقه الدكتور طارق الالوسي طبيب اختصاصي في جراحه وامراض العيون يمكن تكلموا على تعب واجهاد العين مثلا غادي نتكلموا على طرق الوقايه وكذلك نصائح طبيه اللي غادي يقدم لنا من بعد الفاصل غادي نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه الا عندكم اي تساؤلات طبيه فيما كيتعلق بامراض العيون ولا موضوعنا اليوم اللي هو الاجهاد واجهاد وتعب العين تواصلوا معنا على 0522-88-00-61-62 ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتور طارق الألوسي طبيب اختصاصي في جراحة وأمراض العيون غادي نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية ناخذ أول مكالمة معنا سميرة من الدار البيضاء ألو سميرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا على هذا البرنامج بزاف الله يبارك فيك والله إلا أنا محظوظة يا الله كيف دوز الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا انا عندي مشكل ديال الشقيقه إيه؟ ولكن قاتلاني في عيني مزيان نعم شقيقه ديال العين ولا شقيقه ديال الراس عندي في عيني بزاف عيني اكثر من راسي يعني الشقيقه كتبدا في العينين وعاد كدوز الراس من عيني كتبدا نعم كديري نظارات كديري نظارات لا ما كنديرهمش نعم وعبرتي شتي العبار ديال عينيك واش فيك استيغماتيزم واش عندك عوجات في القرنيه ولا عندك مشاكل العين لا في حقيقة شحالات هادي كنت مشيت عند واحد الطبيبة قالت لي ما عندك والو في عينيك انت قلتي شحال هادي نعم شحالات هادي بالحق دونك بالنسبة لحريقة الراس او الشقيقة بحال اللي كتقولي يعني هو واحد الحالة اللي كاين تقدر تكون عندها علاقة مع العينين اما اجهاد في العينين ديالك وفي هاد الحالة خصك ديري نظارات اما تقدر تكون عندك اون انسيفيزونس دو كونفيرجونس يعني المشكل ديال العضلات ديال العين وبعض المرات ما يقدر يكون عنده علاقه مع العينين يقدر يكون عنده علاقه مع الراس مع الدماغ يقدر يكون عنده علاقه انا نتبع مع الطبيب ديال الراس الحمد لله ما كاين والو لا عم خرج لي الدواء عندي شقيقه ولكن دونك ميغرين عينيه بزاف دونك لا ميغرين لا ميغرين شنو هي لا ميغرين ضروري سد عيني وما نشوفش الضوء نعم دونك لا ميغرين كمفهوم هي حريق الراس هي واحد الحالة اللي عندنا فيها حريق ديال الراس الحريق ديال الراس يقدر يكون بزاف ديال الاسباب ماشي غير العين ولكن ملي كتقولي بان عندك مشكل مع الضوء دونك هذه الحاله يعني غالب الاحيان يكون عندهم علاقه مع العينين هاد لا ميغرين شكون عيطوا لها حنا بالمصطلح الفرنسي نعيطوا لها لا ميغرين اوفتالميك يعني الشقيقه ديال الراس اللي عندها علاقه مع العينين في هاد الحالات ونسي كتقولي بان ملي كتسدي عينيك كتحسي بان الراس ديالك كيتهدن وما كيبقاش هاد الحريق دونك في هاد الحالات كنصحك بعدا تمشي تشوف طبيب العينين يدير لك مقاسات ويدير لك واحد لي فيلتر ويدير لك ديال الفجاج باش تحفظي عينيك من الاشعه اللي كتاثر لك على عينيك واللي كدير لك هاد الحريق ديال الراس ولا حبادا كتشوفي الطبيب ديال الدماغ لو نورولوج نتي اللي هي يقدر يحيد المشاكل ديال الدماغ اللي كتقدر تكون داخل في العين من الاحسن سميره ديري استشاره طبيه عند اختصاصي في امراض العيون ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله الله يبارك فيك صباحك مبروك غادي ناخذوا معنا سامي من الدار البيضاء الو سامي الو واخا فاطمة زهرة من بني ملال الو فاطمة زهرة الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اختي تنشكركم على هذا البرنامج الله يبارك فيك مرحبا لاله مرحبا واحد السؤال اختي للدكتور اي تفضلي انا شحال هذا مشيت شي 7 شهور هكاك مشيت عند الطبيب ديال العينين داري النظر عندي 1.75 واحد زائد واحد ولا ناقص واحد لا واحد 1.75 زائد واحد زائد. ماشي ناقص لا ماشي ناقص ودابا ولات عينيه بحال كتغمز من تحت اليسرى نعم وقلقاتني النهار كامل كنضل هكايا وقلقاتني بزاف وي دابا النهار كامل كنبقى بحال كتغمز لي العين من اش كتعني كترعد بحال كترعد بون هذا المشكل ديال البليفاغوسبازم يعني بحال كتقولي العين كترعد ماشي العين اللي كترعد ولكن الجفن اللي كترعد الجفن والتحت دونك هذاك الجفن اللي كترعد عنده علاقه مع واحد سواء ثلاثه الانواع
سواء كيكون عنده علاقه مع الدماغ مع النورولوجيك، يعني هنا كيكون مشكل ديال العروق ديال العين ديال الدماغ وكيكون مشاكل اخرى، ولكن في غالب الاحيان كيكون واحد ديك ليكسيتاسيون، يعني واحد تهيج ديال العضله ديال العين اللي عندها علاقه سواء خصيت نقصي من القهوه واتاي اذا كنتي كتشربي قهوه اتاي مثلا بزاف تنعس ديان، ولا مرات كنعطيو المانيزيوم في هاد الحالات. اذا كان لو بليفاروسبازم اسونسييل هو اللي كيقيس الناس الكبار وكيكون عنده علاقه مع واحد لو كونفلي في العرق ديال الدماغ بين دونك واحد العضله واحد العرق، وهذا في الحالات كنديروا واحد لي انجكسيون ديال البوتوكس. في غالب الاحيان انت عندك واحد البليفاوسبازم، عندي واحد الارتجاجات ديال العضله ديال العين اللي ما عندها علاقه مع هاد المشاكل العصبيه، كنصحك باش ترتاحي عينيك تنعسي مزيان تنقصي من القهوه واتاي، وكنديروا دي كور دو مانيزيوم، يعني كانت تاخذي المانيزوم مده شهر وكتعاوديه من بعد شهر من بعد شهر وكنشوف. دابا واش نرجع عند الطبيب ديال العينين؟ نعم باش يعطيه ليا. نعم واخا، شكرا دكتور. العفو، مرحبا بك، تحياتنا لك. نرجعوا لموضوعنا دائما حول الاجهاد والتعب ديال العين. ذكرتي بزاف ديال الاسباب والاشخاص اللي عندهم هذه القابليه ديال انهم يعني يعيشوا هذه الصعوبات ديال التعب العين. بالنسبه للسلوكات الخاطئه اللي هما معروفين ومنتشرين يعني عند الكبار وحتى عند الصغار، هو انه هذاك الاستعمال الخاطئ يعني لساعات طويله وهما قابطين التليفون على طول النهار صباح وفي الليل، كذلك الحاسوب، استعمال مطول الاجهزه الالكترونيه، وحتى انه بعض الاشخاص اللي ما تيطولش في الساعات كيقدر انه مثلا يطفي الضو ديال البيت ويبقى شاد مثلا داك التابليت او الايباد ولا البيسي ولا مثلا التليفون، كيولي يعني واحد الضو خفيف خارج مثلا ومباشر على العين. من ناحيه ديال هذا المشكل ديال الاشتغال واحد الساعات طويله امام الحاسوب امام الشاشات، كاين جوج ديال الاعراض لي كونسيكونس، كاين جوج ديال الوغ. كاين اولا هو بان كيكون واحد العامل ديال تعب العين، يعني في حد ذاته تعب العين كيكون واحد المشكل اللي كيكون اني، ما كيكونش مشكل ديال من بعد، يعني كيكون مشكل اني هو هاد الاحمرارات وهاد التعب اللي قلنا عليه. في هاد الحالات ما عمرنا ما نتحطوا قبات البيسي قبات الشاشه نيشان، يعني ديما نكونوا فوق الشاشه شي شويه على المستوى ديال العين ديالنا. نعم ما عمرنا ما نطفيو الضو باش خصنا نهرسوا الضو ديال الشاشه بالضو ديال الغرفه باش ما كيكونش غير الضو ديال الشاشه. ثالث حاجه ما عمرنا ما نتجهدوا في لا لوميير في الضو ديال الشاشه بزاف. كاين دي زابليكاسيون اللي كيكونوا في لورديناتور ولا في التليفونات كتنقص من الاشعه الزرقاء، دونك هادو كاين دي زابليكاسيون. ثالث حاجه ما عمرنا ما نديروا ما نحطوا الشاشه وقبلتنا اون فينيتر واحد النافذه، يعني ديما نكونوا في الجنب ديال النافذه باش ماشي الضو ديال الاشعه ديال برا كيدخل حتى هو مع ديال الشاشه. دونك هادو ثلاث حاجات. وكنديروا واحد الاستراحات كل واحد ساعه ساعتين، كنديروا استراحه ديال 5 دقائق سواء كنا كنتفرجوا في التلفازه ولا التليفون ولا البيسي ولا اي حاجه. وكيف قلتي يعني هاد مع هاد النصائح هو انه ما ناخذوش وقت طويل. نعم على الاقل ساعه والواحد ويرجع. نعم كاين واحد دونك هادو الشاشه والحاسوب، هادو المسائل اللي تقدر دير بالنسبه للانيه. كاين بعض المسائل اللي دي كونسيكونس يعني تاثيرات، ولكن كتبان ماشي دابا كتبان من بعد، وهما التاثيرات ديال الاشعه الزرقاء. دونك هو هاد الاشعه هي في الحقيقه ما دخلاش في تعب العين ديالنا، ولكن نقدروا نشيروا لها. شنو هي الاشعه الزرقاء؟ يعني فين كتكون؟ شنو هي الاشعه الزرقاء؟ الاشعه الزرقاء احنا ما كناش كنعرفوها، يعني قبل ما كناش كنعرفوا كنفهموا شنو هي الاشعه الزرقاء، ولكن مع الوقت بانت. شنو هي بانت؟ هما اشعه اصطناعيه، يعني تصور معايا بان حنا كنعيشوا في اشعه طبيعيه، هي اللي اشعه اللي كنخرجوا فوق البنفسجيه لانفراغوج ديك المسائل كلها، وكاين اشعه اللي اصطناعيه يعني الانسان صنعها، وهاد الاشعه هما اللي كيخرجوا لقيناهم كيخرجوا من لي زيكرون ديال التلفازه، لي كرون ديال لورديناتور، لي كرون ديال التليفونات. حنا هي دبدبات قصيره، يعني في السرعه ديالها قصيره، عندنا واحد المجال ديالها، وهي ماشي اللون ديالها ازرق، ولكن هي حنا كنقولوا لها لوميير بلو. دونك لوميير بلو هي اشعه زرقاء اصطناعيه اللي كتخرج من الشاشات كلها، وقبل ما كانوش كنا كنعرفوها، ولكن ما كناش كنعرفوا التاثيرات ديالها. جاوا العلماء داروا واحد في المختبر، جاوا قبطوا لي سوغي، قبطوا الفئران وداروا عرضوهم لهذ الاشعه، ولقاو مشاو كيقلبوا العينين ديالهم، ولقاو قلبوا الاعضاء ديالهم، لقاو بان كاين تاثير على العيون ديالهم. ومن التاثيرات اللي كتقدر دير، هما كاين تقريبا واحد ثلاثه الانواع ديال التاثيرات. كاين تاثيرات على العين كعضو، يعني كتاثر على الشبكيه،
تقدر من بعد ماشي في الاني تاثير اني، علاش قلت لك تعب العين تاثير اني، ولكن تاع المدى البعيد كيكون مضاعفات وعواقب. الشعه الزرقاء تاثير على المدى البعيد قد تؤدي الى نوتو ديستركسيون، يعني اتلاف ديال الخلايا الشبكيه اللي تقدر تاثر تؤدي الى ناديجينيسونس ماكولير ليالاج او لا شيخوخه الشبكيه متقدمه، يعني الناس اللي كيشوفوا لي زورديناتور يقدر يجيهم ديك الشيخوخه. اول حاجه. ثاني حاجه كيقولوا هادو كيبقاو دي هيبوتيز، يعني كيبقاو واحد يعني تقدر تؤدي الى الدراري الصغار شوف بزاف الشاشات تقدر تؤدي الى ميوبي. الميوبي يعني نقص في النظر، يعني بلوس تشوف التلفازه ولا لي زيكرون بلوس تقدر دير النظر ديال الشوف الناقص، يعني ناقص نقص في الرؤيه. ثاني حاجه لقاو بانك دير مشكل ديال الانسومني، كدير دي بروبليم ديال صعوبه في النوم، يعني الارق، يعني الناس اللي كيخدموا اكثر من 5 6 7 السوايع كيكون عندهم مشكل في النوم في الليل، وكاين ما كيفهموش علاش كيجيو هذا المشكل، سورتو اللي كيبقاو قابضين لي طابليت ولا لي زون ديك لي سمارت فون في الليل. المشكل كيجيهم ديال الانسومني. ثالث حاجه بالنسبه لي زونفون كاين واحد الهرمون كيكون لداخل عندنا في التات ديال لا كرواسونس وديال ليفي، ديك الاشعه الزرقاء كتقدر تاثر على لا بسيكولوجي ديال لونفون، يعني ملي كينوض في الصباح كيكون ايريتي كيرجع معصب كيرجع ما كيركزش في القسم ديالو، حيت هذا مشكل ماشي ديال الرؤيه، هذا عنده الاشعه كتدخل للعين والجلد وكتاثر على الهرمونات ديال الدماغ ديالو ديال الدري الصغير. دونك ثلاثه الانواع ديال التاثيرات، ديال التاثيرات على العضو ديال العين اللي هو ولا حتى على الانسومني، النساء مابقاش كينعس مابقاش كيجيبوا النعاس، ولكن نعس كينعس ولكن نعس قليل وما ماشي كافي، ولا عند لي زونفون الدري الصغار عند مشكل ديال التركيز الصباح وكيرجعوا معصبين. دونك هاد ثلاثه الانواع ديال هذا هاد لا لوميير بلو. دونك دابا راه دكتور ماشي خطا اننا نستعملوا الهاتف ولا مثلا هاد الاجهزه الالكترونيه، ولكن الكيفيه يعني طريقه استخدامنا لهاد الامور، لانه مع العولمه مهم جدا اننا نخدموا بهم، ولكن يعني بتاثير. وكاين واحد الوسائل الوقائيه نقدروا نتكلموا عليها كيف ما ذكرتي دابا، حتى هادو على اساس انها مثلا نشعلوا نخليوا الضوء يعني ديال البيت مثلا نقصوا من الضوء ديال داك الطابليت او ديال الهاتف، كل مره مثلا نحاولوا انه مثلا نخدموا فيه نص ساعه ونتحركوا واحد الساعه مثلا نعاودوا نرجعوا ليه ما يكونش ساعات طويله، غير هاد الامور يعني راه غادي تعطي واحد الفرق كبير. اولا بعدا اذا كان انسان عنده نقص في النظر خصو يقلب عينيه باش يشوف يعالج ديك النقص اللي عنده في النظاره ديالو، باش ما يديرش واحد الجهد زائد فوق الجهد اللي كيدير، دونك هو جهد ديال القرايه وديال هذا وعاد تعب العين، وعاد كاين جهد ثاني هو ديال لا لوميير بلو. ثاني حاجه كاين دابا دي زابليكاسيون اللي كيديرهم تيليشارجيهم، اللي كاينين في التليفون ولا كيف قلتي تيليشارجيهم كيديرهم وكينقصوا من الحده ديال الاشعه الزرقاء ديال كيرجعوها شويه صفراء، يعني ليكرون ما كيبقاش كيبان لكش فلوريسون، ما كيبانلكش فلوريسون، كيكونش داك اللون الزرق مجهد، فلوريسون غير فلوريسون يعني ديك الالوان مجهده مشعشعه كيكون شويه خفيف. دونك هادي وكاين كاع في التليفون الجداد راه كاين هاد لابليكاسيون، دونك نايت شي حاجه بحال هكا بلو نايت. دونك كاين ثاني حاجه كيمكن لنا نديرو دي فيلم بحال بلاستيك بحال ديك البلاستيك اللي بلاستيك كيلصقوا فوق ليكرون وكيتقطعوا على قد ليكرون، وهادوك دي فيلم ديال لا لوميير بلو ماشي ليك لي بروتيكسيون باش ما يتهرش البورطابل، لا هادو بحال واحد البلاستيك اللي غادي نديروها على ديك الشاشه او كيتباعوا خاصين كاين في المغرب مازال ما جاوش، كاينين كتقطعهم على قد ليكرون ديال الشاشه ديالك ولا ديال كتنقصوا من الحده هما كيخليوش الاشعه كيدخلوا. ثالث حاجه كنقدروا نطلبوا من لوبتيسيان يدير لنا دي فيلتر ديال لا لوميير بلو غاي، كاينين دابا في الجاج ديال النظر ديالنا وكيحملنا في حد ذاته من الاشعه يعني الزرقاء. يعني الشخص يطلب من مثلا لوبتيسيان على اساس انه راه كيستعمل مثلا الحاسب لمده طويله او الخدمه ديالو كتسمح لي انه مثلا خاصو يستعمل مثلا الحاسوب او لا، فممكن يعني كاين احتياطات اللي ممكن انه الشخص ياخذهم. نظارات بروتيكسيون اللي كنتكلموا عليهم دائما حتى هما كيفيدوا. الوغ لي بروتيكسيون كيفيدوا شحال اللي كانوا كيديروا فيهم لي فيلتر اونتي روفلي، دابا كندخلوا فيهم فيلتر اونتي روفلي وفيلتر اونتي لوميير بلو. الوغ بالنسبه للفيلتر لوميير بلو ديال الاشعه الزرقاء كاين اللي كيقول لك ما كنبقاش نشوف الالوان مزيان حيت ملي كندير هذا الفيلتر كيتبدل، دابا لي فيلتر جداد ممكن تخلي لا لوميير يعني لي كولور كيبانوا مزيان ولكن فيهم لي فيلتر، دونك من الاحسن دابا راه خرجوا هذه الانواع. واخا ناخذوا مكالمه اخرى معنا سعيده من بني ملال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعيده، مرحبا. شكرا بزاف على برامجكم. الله يبارك فيك، شكرا لك. وشكرا للدكتور.
نعم مرحبا مرحبا لاله سعيده. الله يبارك فيك. فك دكتور واخا السؤال ديالي يمكن دجا جاوبت عليه شويه. عندي المشكل ديال العين التحت ديالها كيرجف. هو نفس كيرجف ويلاه بداتني هذه واحد جوج الاسابيع. نعم عندكش واحد الارهاق هاد الايامات ولا ما كتنعسيش مزيان ولا عندك مشكل هو كتشربي بزاف المهيجات مثلا؟ لا هذوك المهيجات ما كنستعملهمش والمشكل ديال النعاس شي شويه ناقص. دونك حاولي تنعسي مزيان، حاولي تاخذي المانيزيوم. لا غير المشكله ديال ما كنعسش بكري، اما الا مشيت نعس كنعس الحمد لله. نعم بالنسبه لهذا الارتجاج اللي كيجيك واش كيجيك مره في الساعه مره في ثلاث السوايع شحال مره كيجيك؟ لا ولا كيجيني كثير شي شويه يعني كترعد عينيك كترعد واللي كيشوف كيشوفها هي تترعد. انت اللي كتحسي بها ولا الاخرين كيشوفوها وكيبان لهم كترعد؟ لا انا اللي كنحس بها ما كيشوفهاش ما كتبانش دونك هذه علامه اولى ديال التعب العين. الوغ يمكن لك مثلا نبداو بعدا بالمسائل اللي بسيطه، هو ديري ما بارد في الثلاجه وديري فوطه وبقى تحطها فوق عينيك وترتاحي في واحد المادات باردين يعني لي في دو فخوا وترتاحي. ديري المانيزيوم، المانيزيوم معروفين كتهضر. المانيزيوم راه كاين حتى في الكركاع في اللوز، دونك هاد المسائل كلها راه فيها المانيزيوم. الوغ كنبداو هاد المسائل الكور الاولى، كور الثانيه، كور الثالثه، هادشي مشى هو ما مشاش عاد من بعد كتشوفي مثلا انتشاره، وهنا كنقدروا نشوفوا المدى التاثير ديال هذا الارتجاج عليك. اذا كان تاثير كبير نقدروا نديروا واحد ليزانجيكسيون، ما كانش واحد الحقن، ما كانش تاثير كثير بزاف نقدروا نديروا واحد الدريناج. كاين بزاف الامور اللي نقدروا نديروها، ولكن في حد ذاته ما خصكيش توتري بهذا الارتجاج، فهمتي؟ في حد ذاته. واخا معنا زهور من طنجه. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زهور كيف كاين المرضيه ديالي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. زين خليك انا الدكتور تا هو لاباس عليك. مرحبا. لاباس لاباس الحمد لله. ربي يخليك اسي دكتور، الله يرحم الوالدين المرضيين. بارك الله فيك المرضيه. على هذا البرنامج الشيق اللي كتهدونا به الحبيب. تحيه لكم، تحيه نجيو للخدمه اللي خدامين معكم. مرحبا زهور، تفضلي شو التساؤل ديالك؟ لا عويناتي يا خويا، انا عامل العمليه دابا هذه 20 عام باش عملت العمليه. دابا انا عندي الشبكه، ما عنديش الشبكه محروقه، انا ما كنشوفش لا مكفوفه، ولكني واحد هذيك العمليه عيني من داخل اللي كنتعصب، اللي كنكون مزيانه وفرحانه راه ما كنفرحش، ما كنتعصب مع الدراري هيدا ولا شي حاجه، كتبقى عيني كتعطيني الصداع والحراك كيجيني مرودني بحال الشقيقه كما قالت لك السيده، ولكن الحراك اللي كيجيني كثير في بطن كيلقيها. صوت كيتقطع على زهور. دابا ايه دابا شويه مزيان تفضلي. قلت لك دابا انا قلت لك من نتعصب كنحرق عيني، كتبقى عيني تخرج لي بالحراق، واخا مخرج لي واحد القطره انا عملت 3000 ريال. كوماده ب 50 درهم وقطره 100 درهم. دابا ملي كنكون عندي باش نشريها رانا كنشريها كنستعملها كنولي مزيان، ما كنكونش عندي كتاثر عليا بزاف وكنمرض كدوز تاع المفاجاه وانا مريضه. وشكرا لكم الحبيبه ديالي وعطيني واحد النصيحه الحبيبه. مرحبا. بالنسبه للزهور عندها مشكل ديال ما كتشوفش، هي دونك اعاقه في العين دونك ما كتشوفش. على حسب لوريجين، على حسب شكون اللي عطى لها الاعاقه. الا كان عندها مشكل ديال الطونسيون العين وكدير واحد القطره باش كتهبط لها الطونسيون، ملي كتحيدها كتطلع الطونسيون كيدير لها الحريق، ممكن يكون عندها علاقه مع الطونسيون. يعني على حسب شنو السبب ديال المشكل اللي ادى الى فقدان الرؤيه. اذا كان مشكل القرنيه وكان التهابات في القرنيه خصنا نداوي القرنيه، ما كنقدروش نهضروا نعرفوا بالضبط شنو المشكل. هي هضرت يعني على الشبكه عنده سبب، هي تكلمات على الشبكه، الشبكه في حد ذاتها اذا تقلعت ما كتعطيش الالم، فهمتي؟ سوف اذا كانت اوبيراسيون ودرنا سيليكون في بعض الحالات خاصه جدا. وحقيقه يعني الانسان حتى الانسان ما كيشوفش مزيان وما بقاش كيشوف كاع ورجع عنده المشكل العمى، راه ماشي ساهل. من مرات راه اي حاجه بسيطه كترجع كبيره بزاف بالنسبه لي، بالنسبه للحريق، بالنسبه للالم. دونك هي راه ربطات الدكتور قالت ملي كنتعصب ولا ملي كنتخلق كنحس بهذاك التعب. عامل نفساني اصلي، دونك مش نقول لك خاصك ضروري تعرض راسها باش نحيدوا المسائل ديال العضويه ديال العين، وعاد نهضروا على المسائل النفسانيه. خاصها ترجع عند الطبيب وتشوف هذاك الحريق منين جا، لانه هو اللي متبع الحاله ديالها. ولا هذا ما نقدرش نحدوا بالضبط، حيت حنا كنهضروا على المسائل اللي ما عندهمش علاقه مع امراض، فهمتي؟ دونك هذا هو التعب الحقيقي ديال العين. واخا مازالين مواصلين مستمعينا، غادي توقفوا مع فاصل نرجعوا ونستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. دون ان موند
qui change, pas besoin d'attendre les soldes pour profiter des bonnes affaires. Jusqu'au 15 décembre, profitez des offres Black Friday de la BMCI. Jusqu'à moins 15% sur votre crédit Habitat et moins 60% sur votre crédit Conso. Offre soumise à condition. BMCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. إذن غادي نواصلوا دكتور دائما في موضوعنا حول التعب وإجهاد العين. بالنسبة يعني وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع بالنسبة تكلمنا على كيفاش يكون تشخيص بالنسبة للعلاج. العلاج بما أنه ماشي مرض، إلا بغينا نقولوا الإجهاد وتعب العين ماشي مرض، فبالنسبة دكتور العلاج ديال هاد التعب ديال العين، واش كتخرجوا يعني تخطيره، واش كيتلتزموا فقط غير بالاحتياطات؟ فنبغيو نعرفوا يعني واش يعني هاد الاحتياطات خاص الواحد انه ياخذهم، ولا ملي كيديروا استشاره طبيه السيده حاسه بتعب ولا اجهاد ديال العين واش كتخرجوا لها يعني شي ادويه تيكون علاج معين؟ نعم الوغ بالنسبه للقطرات ممكن نديروا قطرات ديال النشوفيه ديال العين، حيت ملي نشفات نقدروا نديروا دموع صناعيه باش كتجعل بان واحد لاكوش فوق العين اللي كان ديال الدموع الصناعيه اللي كتحفظ العين من الاشعه وكترطب العين وكتبردها. ممكن نديروا هاد المسائل. ممكن نصحوا مثلا المريض باش يدير بحال قلنا كمادات بماء بارد كترخي العضلات. ممكن هادو مسائل ممكن يديرها الانسان بدون استشاره طبيه حيت ما كتاثرش على العين ديالو ولا كدير واحد واحد التتبع. ملي كنشوفوا بان العضله مثلا ناقصه في القدره ديالها بالتقلص كننصحوه باش يدير دي سيونس دو ريدوكاسيون عند لورثوبتيست مثلا، بحال ترويد ديال ترويد العضلات العضلات العين. ممكن الوغ بالمرات ممكن نعطيو ادويه ضد الاحمرار ماشي ضد بحال ديال الحساسيه ديال العين. هادو تقديرات ممكن نديرهم. كاين بعض لي ماشين كيسموا لي ماشين ديال الدريناج ممكن حتى هما يرخيو العينين، كنديرهم في العين ديال الانسان وكتعطيه واحد الارتخاء في العين ديالو. هادشي كله وارد. بعض المرات كنقدروا نطلبوا من المريض ندير واحد الحركات ديال ترويد العين. راه كاين كنسمعوهم بعض المرات واحد الاب لي جو كيخرجوا واحد لي ديكزيرسيس كيتسماو بحال التمارين ديال العين، مي هو يقدر يدير هما دوك التمارين اللي كيخرجوا في ديك لي جو كيقدروا عندهم منتظمين طبيا. هو يقدر يديرهم بحال دابا شنو يدير، يقبض بحال دابا الراس ديال السيلو ديالو ويشوف نيشان قبلت عينيه ديك الرويس ديال السيلو، يبعدو على تقريبا واحد 50 سنتيمتر، ومن بعد يبقى يقرب ديك الراس ديال السيلو تيقرب حدا العين ديالو واحد 30 سنتيمتر ولا 20 سنتيمتر، ويبقى يدير هاد العمليه واحد 50 مره من الليل لليل، كتجعل بان العضله الداخلي ديال العين ديال الخارجي ديال العين ديال لو ميسكول دغوا انترن كياخذ واحد القوه شويه وكيدير واحد لا كونفيرجونس. دونك هادو هما المسائل اللي مسائل ممكن الواحد هو بوحده ممكن يديرها هو بوحده. بالنسبه للمسائل الاخرى تدخل الطبيب يعني هو شنو نقدروا حنا ندخلوا، كندخلوا بعدا اولا بحال اللي قلنا الترويد، نقدروا نديروا نظارات، نقدروا نديروا ريدوكاسيون. بعض المرات كنطلبوا من المريض يسد عينيه بواحد الفاطمه واحد شويه مره باش كيرتاح العين ديالو. والوقايه هي كلشي، من ناحيه ديال الاشعه الزرقاء، لي بوز اللي خصو يدير ملي يكون قبالة لورديناتور، عاوتاني الخدمه ما تكونش تري انتونس، زعما يحاول يفرق الخدمه على حسب السوايع اللي عنده. عثمان نخدم انا الخدمه ديال 6 سوايع نخدمها في ساعتين، نحاول نقسمها باش يكون واحد باش ما يكونش يعني اجهاد على العين. هادو كلهم وحتى على الصحه العموم. نعم هذه من الناحيه. الوغ خصنا نعرفوا بان هاد الحالات راه كياثروا حتى المردوديه في العمل، يعني بزاف ديال الناس اللي كيحبسوا من الخدمه. وعندي يلاه واحد الاسبوع الاسبوعين جاني واحد الشاب اللي عاد يلاه خدم في واحد الشركه ويلاه بسيمان جوج سيمانات قال لي راه حبس في وسط الخدمه ما قدرش نكمل، ديت عينيه وكنقول لهم راه ما قدرش نكمل. الضو كيضرني بزاف. ملي كنقلبوا كنلقى عنده واحد النقص في الرؤيه وعنده واحد الاعوجاج في القرنيه، دونك عطيناه اللي خصو يدار والحمد لله كاين تحسن. دونك هاد المسائل واخا الواحد كتبان بانه ماشي مرضيه يعني بسيطه، ولكن خصنا راه شائعه جدا والانسان يقدر يدير كاع التوقف على العمل بسبب هاد الاعراض هذه. واخا نواصلوا باقي المكالمات معنا. مريم من دار بيضاء. الو
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مريم. Je me présente, je suis Marie Richet, professionnelle paramédicale, orthoptiste. Aye, مرحبا. Je tiens d'abord à vous remercier pour le sujet qui est très très pertinent. je tiens à remercier aussi Dr Al aussi, qui ma sha Allah عليه ما تدخلش علينا. Alhamdulillah, Allah yberk. Enfin des réseaux sociaux ou la مباشره de les infos dialo. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك في السوسيال وفي البرامج ديالك. مرحبا. ربي يخليك دكتور. دونك جو رجوين سكادي دكتور الالوسي بارابور على فاتيك فيزوال. اييه. الا سمحتي مريم تكلمينا بالعربيه هكا باش عامه الناس يفهموا شنو. مريم مروده العيون. اييه تبارك الله. كان انا اختصاصيه في ترويض البصر. ترويض البصر مزيان. ترويض البصر اللي مازال ما معروفش عند المغاربه ككل من غير الناس اللي فريمون محتاجين لديك لا بريز ان شارج والتدخل ديال مروض البصر. الوغ كو كاينين بزاف ديال لي بوسيبيليتي فين ممكن يتدخل. دكتور الالوسي دوي على لا فاتيك فيزوال. دونك حنا كنشوفوا جينيرالمون الناس اللي خدامين اون اكتيفيتي وعندهم هاد لي تيب دو فاتيك فيزوال يعني هاد التعب ديال العين. واخا الا سمحتي مريم التخصص ديالك الا سمحتي يعني هذاك الترويض باش الناس يفهموا اكثر. يعني الترويض كيفاش تيكون؟ حنا تنعرفوا في العظام مفهوم، بالنسبه لديال العين كيفاش تيكون؟ شرحي لهم الترويض. شرحي لنا شويه. شرحي لهم الترويض. حنا ما كنمشيوش للعضله ديالنا كيما هو الترويض ديال العظام. حنا كان عندنا واحد لي زيليمون، واحد الالات مختصين هما على شكل بحال سينوبتوفور. فوالا اول حاجه عندنا دوك بحال واحد المسطرات فيهم واحد لي فالور بحال الزاج ديال العينين، ولكن هو بلوس سبيسيال وكنبقاو غاديين بواحد الدرجات باش نعرفوا واش عنده بعدا هذا التعب ديال العين، واش هو نيت المشكل الاساسي اللي عنده ولا حاجه اخرى. عندنا وسائل اخرى، واحد الاله كبيره كتسمى سينوبتوفور حتى هي كنديروا بها الترويض. يعني كاين واحد على حسب الحاله ديال كل شخص. على حسب الحاله هاد الالات بجوج بهم كنستعملوهم الغالبيه الحالات. يعني كنبداو بالاولى كيعطيو المفعول ديالهم كيلاحظوه الناس بزاف. شحال من حصه كيعطيو المفعول ديالهم؟ الحصه نورمالمون لي كوليك ديالنا الاطباء ديال العيون هما اللي حيت ضروري طبعا ان المريض يدوز يشوف الطبيب. أيه. المختص عاد كيجي عند مروض البصر. فعلا ما كيجيش مباشره. الاغلبيه ما كيجيش مباشره، وحنا كنفضلوا انه يدوز طبعا عند سابو لو رومبورسمون. فوالا هذه من غير لو رومبورسمون حتى نعرفوا واش عنده شي حاجه اخرى من غير ان غير التوجيهات ديال الطبيب. فعلا لانه كيكون تنسيق مع الطبيب. جينيرالمون لي سيونس كيمشيو حتى 12 حصه على حسب. شكون هما الاشخاص اللي كتشوفها مريم على انهم ما كتكونش عندهم ديك القابليه ولا هذاك الترويض كتلقاو صعوبه معاهم؟ مثلا الحالات المرضيه الخاصه بالعين، حيت كاين حصه من بعد حصه كيكون الحمد لله داك التجاوب كتحسن. حنا الاغلبيه اللهم لك الحمد الى لو باسيون كيتبع لي انستركسيون اللي كنعطيوه كتكون نتيجه مرضيه. كتكون نتيجه مرضيه. كاينين الناس اللي عندهم التزامات ديال العمل اللي كتخلي انه يدير واحد المجهود دائم، داك المجهود دائم ما كيخليش لا سيونس زعما الريكوبيراسيون تكون سريعه كيما غتكون عند واحد مرتاح. يعني كتعطيه واحد لي فاستوس ايرغونوميك خصو يتبعها في الحياه اليوميه ديالو. فعلا اي حتى بعد الترويض دي زيكزومبل ديال لي فاستوس ايرغونوميك. دونك بارابور اوز استيس ارغونوميك لا بوزيسيون ديال عطي المستمعين يعني شي حويجات اللي يقدروا يديروهم. مثلا عطي المستمعين امثله. مثلا يجلس في لاشيز وتكون اله الحاسوب في ارتفاع مناسب، ما يكونش كيستعمل عينيه في القرب وهو مهبط راسه بزاف، ما يكونش داك الضوء مجهد.
خاصة الأطفال هذيك خلاص حنا كنقولوا حبذا لو أنهم يبعدوا نهائيا على أي حاجة سميتها تكون يعني أوقات خفيفة اكزاكتومون دونك هادو من لي زاستوس ارغوثيرابيك من غير النوعيه ديال النظارات اللي هنا يعني كيدخل هادشي اللي ذكر الدكتور فعلا يعني النوعيه ديال النظارات تكون مزيانه والمقاس هو يكون قياس ديالو فعلا اكزاكتومون يكون مزيان حيت عندنا من لي غيزون تاعهم اللي كيتسبوا لنا في هذا مريم الريشي تبارك الله عليك كنشكرك بزاف مريم الريشي متخصصه في ترويض العين شكرا لك بزاف على هذه المداخله ديالك واكيد ان شاء الله نسقوا معك في حلقات مقبله لربما اننا نصوروا من خلال موقع لاله بلس بو ام ا يعني هذا الترويض كيفاش يكون باش حتى الناس يعرفوا على انه راه كاين واحد التنسيق ما بين طبيب العيون وما بين هذاك الترويض اللي كنتكلموا عليه اليوم غادي نختموا للاسف ما بقاش لنا الوقت اخر مكالمه معنا معنا اسيا من اكادير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اسيا مرحبا عليكم شكرا بزاف على البرنامج ديالكم الله يبارك فيك مبقاش لنا الوقت تفضل اسيا شنو التساؤل ديالك السؤال ديالي الله يعطيك الخير الله يبارك فيك غير عندي واحد البنت ما كتسمعش وما كتهضرش وقالوا لي انه تيكون اجهاد العين بالنسبه لهاد الشريحه تكون عندهم اجهاد ديال العين ويمكن مع الوقت غادي يمشي لهم الشوف واش هذا الشيء صحيح شحال العمر ديالها العمر ديال بنتي 18 عام نعم وبالنسبه هي ما كتسمعش عليها ما كتهضرش ما كتسمعش وما كتهضرش نعم وشوف الرؤيه ديالها كتشوف مزيان هي دابا كتشوف مزيان ولكن دابا كنت في واحد اللقاء وطرحوا هذه الفكره نعم الفكره اللي معروفه فهم مزيان نعم انا فهمك يعني ملي كتكون الحواس واحد الحاسه حيت دابا حنا الحواس هي يعني هما اللي كيمكنونا يكون عندنا علاقه مع العالم الخارجي يعني اللمس الذوق الرؤيه والسمع هي ما عندهاش السمع دونك ما كانش عندها السمع ما عندهاش النطق وما عندهاش الكلام دونك الجهد كله كيمشي للعين دونك ديك العين هي اللي كتمثل كتخدم الخدمه ديال الرؤيه وكتخدم الخدمه ديال السمع يعني كتعود للسمع يعني بحال اللي كيقول المرض اجهاد ولكن لا حاجه اخرى هي ملي كيكون مشكل ديال التكوين في الكرش ديال الام ديال لو بيبي كيكون مشكل في العين ولا في السمع كيكون واحد الريسك باش المشكل ديال الحاسه ديال الرؤيه هي تكون مقيوسه حيت بعض الامراض كتقيس العين وكتقيس السمع بحال دابا لاغوبيول مثلا واحد التعفن كيكون في الكرش ديال الام يقدر يقيس السمع وكيقدر يقيس العين عليها ملي كنشوفوا هذا المشكل العين كنصيفطوا للدري يعني باش عند البيدياتر باقي ما كاينش شي تاكيد طبي كيبين يعني حتى الواحد يدير الكشف وعاد نعرفوا راه بان لها بكسد العينيها واش كيبان ولا ما كيبانش شكرا لك بزاف الدكتور طارق الالوسي طبيب اختصاصي في الجراحات وامراض العيون على كل النصائح والمعلومات الطبيه اللي قدمتينا اليوم حول موضوعنا الاجهاد وتعب العين وفرصه مقبله ان شاء الله وموضوع جديد شكرا لك بزاف شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا في الاخراج وسميحه الشوبي استقبل مكالمتكم الهاتفيه نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه من